الحقيقه يمكن معانا واحد من نجوم الكره الارجنتينيه، كان حارس مرمى في لمنتخب الارجنتين، والحقيقه كمان مشواره التدريبي مهم جدا وكان ملهم لواحد من اساطير التدريب في الوقت الحالي بيب جوارديولا. ده على حسب تصريحات جوارديولا نفسه. خلينا ناخد او نستقبل فيديو كونفرنس مع ريكاردو لافولبي، حارس مرمى منتخب الارجنتين ومدرب طبعا منتخب المكسيك السابق، اللي خد معاهم مشوار كبير بدايه من الانديه المكسيكيه وصولا لتدريب المنتخب المكسيكي، واللي خاض معاه منافسات كاس العالم 2006. نرحب في البدايه بنجم الكره الارجنتينيه ريكاردو لافولبي على شاشه الاهلي. اهلا بيك وشكرا ليك طبعا على ظهورك معنا في السادسه. أشكركم على الاستضافة وأن أكون معكم، سعيد للغاية بتواجدي وبلقائي مع أشخاص من مصر. يعني بما أنك توليت المسؤولية الفنية لعدد من الفرق المكسيكية ووصلت طبعا لتولي مسؤولية المنتخب المكسيكي، وانت بتكلمنا دلوقتي انا عارف انك موجود حاليا في المكسيك، يهمني اسمع رايك او انطباعاتك عن الكره المصريه وعن الاهلي بما انه مثل مصر وقاره افريقيا في اكثر من نسخه من كاس العالم، اخرهم طبعا النسخه الاخيره اللي واجه فيها مونتيريا المكسيكي. اعتقد انني عندما كنت في دربت فريق بيراميدز شاهدت أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، كانت هناك بعض الفوارق بين الأندية بين صاحب المركز الأول والثاني. حينها بيراميدز كان في بداية المنافسة كان فريق قوي، الأهلي كان فريق قوي، ولكن من الأمور تغيرت بعض في الطرق اللعب 4-4-2. هناك الطرق عديدة في الوقت الحالي وهناك أندية كثيرة غيرت من أساليبها، ولكن أعتقد أن الأمور كانت صعبة بالنسبة لي في البداية في التدريب في مصر. حاولت أن أقوم بتطبيق طريقة لعب 4-3-3، ولكن كانت هناك أندية كثيرة تطبق هذه الطريقة في وقتها، ولكن معظم الأندية كانت تلعب بطريقة 4-4-2. وفي المونديال عندما كنت مدربا للمكسيك كانت هناك المنتخبات تلعب بنفس الطريقة. حقيقة الأمر لم أكن متواجد لفترة طويلة في مصر لكي أستطيع أن أطبق أفكاري الخططية واللعب بطرق مختلفة مثل 4-4-2 أو 4-2-3-1، ولكن هذه هي كرة القدم بدون أدنى شك. يمكن كان ليك مشوار، يعني أنت نقلتني المحطة الأخيرة في مشوارك، أنت كنت يمكن مستشار فني أعتقد لنادي بيراميدز في 2018، لكن في البدايات الحقيقة حابب أتكلم معاك أكتر عن الكرة المكسيكية. نجحت مع أكتر من نادي في المكسيك ووصلت مع في النهاية لتدريب المنتخب المكسيكي. بداية، هل أنت مع فكرة أنه نجاح أي مدرب على مستوى الأندية قد يترجم لنجاح مع على مستوى المنتخبات، ولا كل تراك من دول أو كل طريق من دول ليه أسلوبه وليه فكره وليه طريقة تدريبه؟ أشكرك على هذا السؤال، إنه سؤال حقا رائع للغاية. لكي يفهم الأشخاص الفارق في المنتخب، فلسفتك وتطبيقك للأمور، ليس هناك أي أعذار لكي تستخدم الطريقة التي تريد أن تطبقها في الطريقة في كرة القدم الحديثة مثل 4-3-3 أو اللعب بثلاثة أو بخمسة
أو طريقة اللعب التي يستخدمها الكثيرون في الوقت الحالي مثل 4-2-3-1، ولكن على مستوى المنتخب لا توجد هناك أي مشكلة، لأن الاختيارات تكون بالنسبة لك تكون أكبر، تستطيع أن تفرض الشخصية التي تريد أن تطبقها في الملعب وطريقة اللعب، وتستطيع أن تطبق شخصيات اللاعبين وتمزج بين شخصيات اللاعبين المختلفة داخل المنتخب. هناك مزيد من الاختيارات، هناك فوارق بين المنتخب وبين الأندية. في النادي الاختيارات تكون أقل، أو في المنتخب ليست هناك أي مشكلة، لأن المدرب يستطيع أن يطبق أفكاره مع لاعبين اعتادوا على لعب طرق لعب مختلفة، ولهذا الفوارق بين التدريب الفريق والمنتخب مختلفة، مثل تدريب مثل ألمانيا الأرجنتين. في الوقت الحالي المدرب هو من يفرض أسلوبه وطريقته وفلسفته، واللاعبون يعتادون عليها لكي تستطيع أن تفرض هذا الأسلوب فيها النهائي. هرجع لمنتخب الأرجنتين، بس قبل ما أتكلم على كرة الأرجنتينية والأرجنتين في كأس العالم اللي جاي، يعني لفت نظرنا وإحنا بندور الحقيقة تصريح لبيب جوارديولا، وده كان في التوقيت اللي أنت كنت بتلعب فيه مع المكسيك أو بتتولى مسؤولية منتخب المكسيك في بطولة كأس العالم. بيب جوارديولا في واحد من تصريحاته في حواراته الصحفية قال أنه أنت كنت بالنسبة له ملهم، وساهمت بشكل كبير جدا في فكره وفي طريقة تدريبه، بعد ما أعجب بشكل كبير بالأداء اللي قدمه منتخب المكسيك معاك في كأس العالم 2006. قريت أو تابعت تصريح زي ده، وكان إيه رد فعلك لما سمعت كلام جوارديولا؟ بطبيعة الحال كنت مدربا لأفضل اللاعبين في الوقت الحالي في المكسيك. عندما تتحدث عن طريقة لعب أو فلسفة لعب، منتخب المكسيك حينها كان لديه ميزة العمل وامتلاك لاعبين على مستوى عالي من الجودة والكفاءة فيما يتعلق بتناقل الكرة والتحولات الهجومية وتغيير أسلوب اللعب داخل الملعب ومفاجأة الخصوم بأساليب لعب مختلفة. وفي كأس البطولة الكأس الكونفدرالية عندما لعبنا أمام ألمانيا واليابان ومنتخبات تلعب بطرق لعب مختلفة، طريقة لعبنا كانت هي تناقل الكرة بشكل جيد والتمركز في الملعب بطريقة صحيحة، ولهذا منتخب المكسيك كان له دور كبير في تلك الفترة، وكان الخروج بالكرة كان بطريقة صحيحة وطريقة تدربنا عليها كثيرا. طيب خليني أروح لواحد من المعلومات الحقيقة اللي وإحنا بنحضر الحلقة يعني لفتت نظري بشكل كبير. هل طلبت قبل كده من الفيفا أو كان ليك وجهة نظر طرحتها على الفيفا إن هم يقللوا عدد اللاعبين في المنتخبات عشان يكون 10 لاعبين فقط بدلا من 11 لاعب؟ وإذا كان ده صحيح يهمني أسمع إيه وجهة نظرك في الطلب ده. لكي تقدم كرة قدم حديثة إلى حد كبير وتعجب الجماهير والمتفرجين، يجب أن تكون هناك ديناميكية والعمل كثيرا على الجانب البدني. المنتخبات التي لا تمتلك اللاعبين ذات الكفاءة الكبيرة فتقوم بغلق المساحات، ولا تكون هناك
مساحات كبيرة تستطيع أن تقدم الكرة التي تريدها، مثل بيليه، كبيليه في الملعب أو مارادونا. لاعبين كبار يريدون أن يقدموا فنهم داخل الملعب، فلا تكون هناك المساحة الكافية لتقديم هذه الفنيات داخل الملعب. ولهذا كنت أفكر في أن كرة القدم بهذه الطريقة لا يمكن أن تظهر الفنيات الكبيرة داخل الملعب بهذا العدد من اللاعبين. ولهذا بلاعب أقل من الممكن أن تكون هناك مساحة لكي تقدم كرة قدم حديثة أكثر، ويستطيع اللاعبون الكبار أن يقدموا ما يريدون أن يقدموا فنهم داخل الملعب. ولهذا كنت أفكر في هذه الفكرة فيما يتعلق بالجانب الفردي. بمناسبة اللاعبين الكبار، كامبس قاد الأرجنتين لأول ألقابها في المونديال، ثم دييغو أرماندو مارادونا قاد الأرجنتين أيضا للقبها الثاني. هل تعتقد أنه ميسي قادر على قيادة التانجو الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم في قطر 2022؟ أعتقد أن الأرجنتين في الوقت الحالي تمر بفترة رائعة للغاية، بفترة طيبة، تلعب بطريقة رائعة للغاية، لديها لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة. أعتبرهم أن المدرب يقوم بعمل رائع معهم ويظهر القدرات الفنية الكبيرة للاعبين، دي ماريا أو جونثاليس على الجانب الأيسر وميسي وبينهم. أعتقد أن الأرجنتين قادرة على تقديم مونديال كبير. الأرجنتين في الوقت الحالي أعتقد أنها تستطيع أن تذهب إلى أبعد مدى وأن تكون بطل العالم دون شك. ريكاردو لافولبي طبعا نجم الكرة الأرجنتينية ومنتخب الأرجنتين ومدرب منتخب المكسيك السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وظهورك معنا.